كيف جاك الامتحان اليوم نهار تاعك؟ بزاف صعيب بزاف صعيب تقريبا كلشي الاسئله ضروري ما كنحطوش السؤال ما كنقدوش عليه ما ظلمونا كان الحراسه بزاف وهذا كنت تبعوس كان الحراسه اللي خايبه بزاف وما عطاوناش حقنا بالنسبه للاساتذه كيف تعاملوا معاهم؟ كيف اي حاجه ما مش خليوش نقرا الدوز مره وماشي يعاونوا حتى شي حاجه بالنسبه خرج شي في الاول في الاخر كيفاش خرج شي في الاول في الاخر الاول شي مواد خرج في الاول حيت ما عرفتش لا الفلسفه لا ماتو فيزيك يعني تبلوكيت ما كانش اشكال ديال اور سوجي لا ما كانش اشكال الفلسفه ما كانش اشكال حيت تقريبا بحال ماده ادبيه كاين اسكان ها كاينين ماشي جميع المواد كدوزهم مزيان كاين مواد دوزتيهم مزيان ومواد ما دوزتيهمش مزيان بالنسبه للفلسفه تلاقينا مع اساتذه صراحه الله ما تعاونوش معنا داروا معنا كما كنقولوا تحبيس فدار ما هاك الدريان دارت بحال ما كتحيد لها ورقه وهي ما دارت والو وبالنسبه للماط داروا لينا الماط طويل واخا هكاك ولكن قاسح حتى الفيزيك داروا لينا قاسح الحراسه كانت ما زوينه الحراسه ما كانتش زوينه ما كانتش مشده بزاف داروا معانا بحال لا ما عرفتش شنو هو حنا كان شي حاله غش كانوا بحال غش ولكن ما باش غنقول لك ما كيخليوهمش يديروا زعما كاين كتجيبي تيمات بحال ديك الفلسفه فيها قوه الحفاظ راه كيكون من عندك تيمات وسينت كتبغي تبريباري ليه ما كيكونش عندك الوقت باش تبريباري حتى الفلسفه ولكن هما كيديروا معاك واحد كيعرفوا الناس بلي كيدوب صغير وداك الشيء ما كيخليوهمش بالنسبه لينا حنايا ما خلاوناش نقلوا عندك تخوف دوزي استدراكي صراحة الله مني كندوز شي مادة كنقول بلي راه عندي تخوف ولكن مني كدوز مادة أخرى ما المهم عندي تخوف وما عنديش جوج بزاف بزاف المان جاني صعيب وكانت الحراسة مشدة بزاف وكاين شي وحدين خلاو من ينقلوا حنايا كانت الحراسة الصباح مشدة بزاف بزاف أنا غندوز غتخباج أنا باينة غتخباج شنو مخليك متأكدة؟ خلاني متأكدة من المات ما خدمتش شي مزيان خدمت شي حوايج اللي كانوا صعاب والفلسفة ثاني ما درتش فيها بزاف كيدوز دار في الفلسفة دوزت شوية ياك المات دوزنا صعيب شنو جاك صعيب؟ المات أول حاجة طويل ثانيا معقد إلا ما كنتيش بريباري من البداية ديال العام وعندك لاباز راه كاع ما غادي تنجح قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا